تمم مع صباح اليوم 27 تموز 2017 سقنا في حركة الطبيعية لمعبر باب الهوى حيث تم دخول البضائع والمواد الإغاثية منه إلى الجانب التركي وأيضا تم عودة أهلنا الذين قدموا في إجازة العيد من الجانب السوري للأراضي التركية كما تم استئناف عمل الأطباء والمنظمات والتجار. أنا نزلت إجازة العيد الحمد لله وقضيت إجازة العيد الحمد لله بخير وسلامي وعند أهلي ورجعت الحمد لله من إجازي يعني باتجاه تركيا والوضع تمام وفي ضغط شوي يعني بس الحمد لله يعني الأمور كلها بخير والأمور تمام الحمد لله. شو لقيت أمور إجازة العيد؟ شو لقيت أمور إجازة العيد؟ كويسة إجازة؟ الحمد لله تمام كثير تمام الحمد لله كويسة ومضت بخير وسلامي. نزلت الأرجع لقيت في صعوبات ما لقيت صعوبات؟ في صعوبة خفيفة بس الحمد لله يعني التسهيلات كويسة والخدمة كويسة والشباب الله يعطيه العافية يعني كلهم كويسين. ما في إجازة عيد من غدوية. وين الإجازة؟ بس الإجازة. تمام بس بعد على الديوان حط لي رقم الموظف طلع عندي بس. النظام أنا مشغل. مو على اليسار.